دي من ضمن الأسباب اللي بتعمل السكندري هايبرتنشن. يعني الأسباب والأنواع، يعني ممكن يكون السبب وراثي، يعني هو كده ده بالوراثة، وممكن يكون نتيجة أمراض أخرى. العامل الوراثي متحكم في النوع الأول. يعني النوع الأول في عوامل بتساعد إن يحصل للمريض نوع أول اللي هو الضغط الأساسي أو الضغط الأولي أو الضغط غير معروف السبب. طبعا العوامل المساعدة دي أهمها العامل الوراثي. يليها السمنة المفرطة. يليها الإفراط في تناول الأملاح والدهون. دي العوامل اللي بتكون اللي مساعدة لارتفاع ضغط الدم. لو كان في السن ما بين 35 ل 55 سنة. ويمكن يجي أقل من كده زي ما اتكلم. وطبعا اللي هو الضغط الثانوي ممكن يجي في السن الصغير أقل من 25 سنة. ويجي في الأطفال ممكن يجي في أكتر من 55 سنة. في طبعا عدم ممارسة الرياضة بتزود من دخول الإنسان في ارتفاع الضغط الأولي.